يعني غدا قالت لي انه بقالك 10 سنين عندك السكريبت ده او عندك الفكره دي موجوده من 10 سنين. 2014 زي اليومين دول 2014. وليه فضلت؟ منين جات لك الفكره اصلا؟ ليها حدوته غريبه. انا في الوقت ده انا كنت بحاول اشتغل في الكتابه محترفا وبعدين فشلت كل التجارب. ففي 2011 رحت اشتغل في الامم المتحده، انا طبيب بشري اصلا، فاشتغلت في الامم المتحده وسافرت وانا بره طلع لي حكايات بنات اول مسلسل. ارجع، قلت لهم ما برجعش. جميل جدا. ارجع، طب تعالى ده الدنيا بتاع، وكلموني وقلت لهم ما برجعش خلاص، انا مش حاسس ان الشغلانه دي شغلانتي. رجعت مغصوب، كنت بشتغل في الصومال وحصلت ازمه الصومال. بشتغل في الصومال واتحطيت على قوائم الاغتيالات وطلعت هربان ورجعت على مصر. ستوري، ما دي قصه. ان شاء الله نعملها في المسلسل. انا عايزه دور في المسلسل ده. انا عايزه دور صحفيه في المسلسل ده بفضلك. والصحفيين ليهم دور مهم جدا. شفت بقى انا بقول لك اهو، برنامج في الصومال. فديسمبر 2013 رجعت مصر. فقلت طب خلاص انا ما فيش، سيبك من اليو ان دي وبتاع، وانا ارجع اشتغل في الكتابه تاني. يا جماعه انا بتاع حكايات بنات، كان حكايات بنات عدى عليه سنه وشويه. فيقول لي مش فاكرك والله، اروح للمنتجين وبتاع. خلاص بقى كانت الدنيا هد. ساعات مكتئب جدا، ظروفي الماديه بقت صعبه وببيع شقتي وحاجه سيئه جدا. فقلت طيب خلاص انا هكتب مسلسل لمزاجي، سيبك من السوق وبتاع، انا هكتب مسلسل. فكتبت ايه؟ فكتبت ده. وكنت للامانه النهارده وانا جاي لك دلوقتي بفكر، كنت متاثر بحاله التطرف الشديد، الناس كلها حاده جدا في 2014 ده، كان في استقطاب شديد. فكنت دي الفكره اللي بتزن جوه دماغي، انه ليه ناس كانت عايشه مع بعض تبقى مستقطبه تجاه بعض كده. فمن هنا جت الفكره، لو حد غلط غلطه فالدنيا اتقلبت كده. وعايز اعمل مسلسل زي المسلسلات بتاع زمان، زي المال والبنون وزي بتاع، مسلسل بالعرض وشخصياته كتير. وقلت يا اخي اقعد اكتبه وياخده اللي ياخده. كتبت المعالجه كامله وكنت عامله على شجره كده، كنت جايب لوحه في البيت وبكتبهم عشان ما انساش الشخصيات، شخصيات كتير. هي فعلا شخصيات على فكره بتتوه. كتير جدا، فعشان ما انساهمش. مش مركز انا بقعد اقول هي دي اخت مين، ده اخو مين، لا دي كذا. فقعدت رسمتهم كده في البيت. وبعدين اراد ربنا بعدها بكذا شهر اني اشتغل حق ميت لحسن الرداد. فضلت بقى من حق ميت كل سنه ابقى بشتغل مشروع واقدم المشروع ده. حق ميت والاختيار وكلبش الثلاث اجزاء. جزء منه ان انا اتشغلت، وجزء ان انا كل ما اقدمه الناس تقرا يقول لي ايه ده، ملحمه، ده جميل قوي، وان يقوم يكلمني في موضوع تاني انا مش عارف هم يعني. الله يا جماعه انت بقى. وكان عندي التجربه دي في حكايات بنات، قعدت 7 سنين ابيع فيه كل اللي يقراه يقول لي ده حلو قوي قوي، ما عندكش حاجه لفلان، مش عارف ليه. يعني هو نصيب غاده الحقيقه، هو كان متشل غاده. الحمد لله. هقول لك الحقيقه، النجوم وشركات الانتاج كانوا طول الوقت بيبحثوا عن المواضيع اللي فيها بطل او بطله محوري الاحداث كلها بتدور حواليه، وبيخافوا من فكره الدراما المتشعبه دي. النجوم بيخافوا عشان يعني نجم بيخاف يبقى ادوار كتير مهمه جنبه، وشركات الانتاج بتتخوف من الموضوع ده. يحسب لغاده الامانه يعني ده صحيح، انا حكيته لها بالبق في التليفون، قلت لها بقول لك انا عندي موضوع كذا كذا كذا، ايه ده حلو قوي ابعته لي. قلت لها ده المعالجه بتاعته 25 صفحه، قالت لي هقراه. قريته في اقل من ساعه وطلبتني في التليفون، قالت لي ده المسلسل اللي هعمله. وما خافتش غاده وهي نجمه الحقيقه. وعلى فكره ان النجوم رجل او امراه بيبقى عايز المسلسل يدور حوله، بيلف حواليه يلف حواليه يلف حواليه. لا انا قلت لها على فكره ده المسلسل ده مشكلته كذا، قالت لي دي احلى حاجه فيه. وانا احب كده وبتاع، ومش يعني هي بقى دايما نقول الكلام ده. غاده واثقه في نفسها جدا وبتحترم الموهبه. هي واثقه، هي ما بتخافش. ما بتخافش من العقارب وبتحترم الشطار. انا بتحب الشطار حواليها جدا. هي بتحترم. فبالعكس كانت سعيده بالتجربه، تحمست له، ولما تحمست له